اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. دول مغلبين مصر، الخمسه اللي قدامي دول مغلبين مصر، بس انا غلبتهم وعلى فكره بالدليل عشان تبقوا عارفين، يعني اصل دول عملوها فيا من سنتين. كنت انا في طنطا وكان عندي من 3 سنين كان عندي انتخابات ودوشه وهيصه، قعدوا يكلموني التلفزيون الفرنساوي والتلفزيون مش عارف ايه ومستنيينك وتعالى. وبعدين انا ايه قعدت احسبها، قلت برضه التلفزيون الفرنساوي حلو، يعني ما تفضل تقول لهم انا طلعت في مش عارف الشانل 1 والاسمها ايه بالفرنساوي ماشي. وجيت وخدوني في بتاع كده في الدقي، لقيت استا قميئه جدا التلفزيون الفرنساوي ده. وبعدين شويه دخلوا لي عبري على مش عارف ايه على ايه على ايه، وانا راجل ايه بتماسك جدا بقى. وبعدين في الاخر لما جيت اطلع من هدومي لحقوني، فخليني ارحب بس بعمر. ازيك يا عموره؟ منور هبه، ازيك؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه يا احمد؟ ازيك؟ تمام يا دكتور. احمد عمرو، ازيك عمرو؟ اخبارك ايه؟ هيثم، ازيك؟ اخبارك ايه؟ منورنا ومشرفنا يعني. ربنا يخليك. جاهز يا عظيمه؟ بلاش عشان لا بلاش ليه؟ نزيع ولا ما نزيعش؟ نزيع يا كابتن، خلي الوسط نبص استر علينا، ربنا يستر علينا. لا بس نزيع ان انا بقى انت عمرك السابق، انت كوهين. انا وهو على فكره، انا وهو اكتر اتنين ثبت. اقول لك بص، انت ثبت بس انت كنت متردد. انا كنت متردد لان لقيت هبه بصت بقى للمنتج شويه. وبعدين صاحبك هيثم قال لك لا يلا خلاص بقى، ما بدهاش ايه اللي مقعدنا، بس انت راجل طيب. انا غلبان مع المنتج. منتج هو اللي بيقبض. ها هو بالظبط كده صريف بالظبط كده بيني وبينك. وانت والله بتتعشى يا كابتن؟ بنتعشى الحمد لله. بتتعشى يا كابتن؟ ماشي حلو، اللهم لك الحمد. هيثم، لحد انا عايز بس ابدا بيها على طول قبل ما يعني ما نبدا الحلقه، لكن خليني اسالك، الفكره جت منين؟ اي فكره اللي عملناها من 3 سنين في حياتك ولا دلوقتي؟ نتعامل الجاسوس، الفكره الجاسوس، لانه كمان ما عندكوش مشاهير يعني، دي صعوبتها. السالفه بتاعت الزوج والزوجه باين مش كده؟ ده كانت مشكله يعني. طلقتوا كم واحد السنه اللي فاتت؟ يعني ربنا كرمنا الحمد لله. اللي حصل في الجاسوس ان هو كان امتداد الحكم بعد المزاوله. ان احنا عملنا الحكم بعد المزاوله من حوالي 4 سنين. طب استنى اشوف المقلب، اتفضل حضرتك، وبعدين نرجع نحكي براحتنا. والنبي عظيمه كده ايه، بروزني ودلعني إيه، وعايز احس كده ان انا اصل 1 2 3 4 5، وحتى الفرقه كانت قاعده مش واخده بالها من حاجه، فحسسني كده. الله يخليك يا عظيمه ايه بالنصر. ان انا خدت كاس مصر والكلام لك يا جاره. يلا عظيمك. فاروق جه؟ فاروق مين يا كابتن؟ فاروق الشاوي. لا فاروق الشاوي مش النهارده. يعني ايه مش النهارده؟ فاروق الفيشاوي وباسم ياخور ومجموعه المرافعه. لا لا احنا النهارده ضيوف برنامج الجاسوس والحكم بعد المزاوله، ما فيش النهارده فاروق الفيشاوي. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، لا يا بابا، لا يا بابا، انتوا لا يا حبيبي، لا يا بابا، لا 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 احنا بعتين. لا يا بابا، لا يا بابا، لا مين ايه؟ هو انتوا عندكم مين؟ لا يا بابا، لا يا حبيبي، انتوا فاهمين النهارده فريق المرافعه باسم وفاروق الفيشاوي ودينا موجودين النهارده. وانت عارف اصلا، انت عارف وانا عارف بالليل كل ده اتغير، كل ده اتغير امبارح الساعه 2 بالليل. هو انتوا يا ابني مع خير ومع العدل عمالين تجيبوا ضيوف ومعايا انا بتيجي وانا باجي مره في الاسبوع، يا تعملها صح ما تعملوهاش يا كابتن. احنا الكلام ده كله ده امبارح بالليل اتغير. احنا كنا خلاص، كان فاروق الفيشاوي مأكد بس اعتذر امبارح بالليل. بلغوني بلغوني، اضطرينا ان احنا نعمل حلقه كده يعني، معلش يعني حلقه سبير كده. معلش يا كابتن. لا لا انا اسف، انا اسف، ما ينفعش. بلغوا الاستاذ محمد هاني. لا معلش معلش، هاتوا سالي ولا هاتوا تطلع بالحلقه هنا كابتن النهارده بس. معلش الحلقه يعني كل ده اتعمل في وقت ضيق، معلش يعني. احنا كويس ان احنا جبنا النهارده. كلموا الاستاذ يعني محمد هاني، قول له انا مش طالع الحلقه لو سمحت. يعني نلغي؟ الغي طبعا طبعا، على عيني وعلى راسي. بس احنا متفقين فاروق الفيشاوي ودينا وبتاع الراجل بتاع الاردن ده، اسمه ياخور ده ولا اسمه ايه؟ بس دول نجوم برضه يا كابتن. على راسي من فوق يا سيدي، انا ما قلتش مش نجوم، انا مالي على راسي من فوق؟ انت هتجاملوا القناه على حساب انا الشخصي؟ انا مالي انا؟ انتوا متفقين معايا وبعت لي ايميل كده الساعه 10 بالليل امبارح، ده الاتفاق معايا. هو بس المشكله يا كابتن بالليل فاروق اعتذر والناس اعتذرت، اضطرينا ان احنا نغير، عايزين مخرج، اضطرينا ان احنا نجيب ضيوف تاني. مش بلغوني انا ممكن اوافق الحلقه وما اوافقش؟ ده حقك على حاجه، احنا عارفين ان حضرتك كده كده جاي. بلغوا الاستاذ محمد هاني لو سمحت، انا مش هخش رايك. بس يا كابتن هنطلع الحلقه دي عشان الناس اللي قاعده جوه.
وانا حاسس ان انا بهزر معاكم ولا ايه؟ واحنا هزار ولا ايه؟ بتهزروا ولا ايه؟ لا كابتن بتهزروا على دماغي من فوق، الضيف على دماغي من فوق، لكن في احترام، في احترام، لا في احترام، احنا بنقول كده في احترام، لا في احترام، في حاجه اسمها احترام، تحترموا راجل بيقدم، تحترموا الضيوف، تحترموني، ده كلام ما ينفعش يعني. لا في سنس كده، ماشي، هات محمد هاني، هات محمد هاني لو سمحت، شكرا. رايحين فين ما انتوا معذبين الناس كلها؟ ما قالوا رايحين فين؟ رايحين فين؟ لو انت ما تعذبهاش يعني رايحين فين؟ واحدة من اللي بتعملوها في الناس ده رايحين فين ده؟ مش عملتوا انت ما تعذبهاش انت حبيبي مش عملتوا واحدة بقى عزيزة عاملة ايه؟ ايه رأيك؟ انا كشفت قلت له اقعد انت انت بس هما جه كابتن وجات ما عملتوها في ادانين فين قديم من ده؟ منورين منورين اهلا وسهلا ما رضيناش نعملها هوا كمان ده احنا سجلناها يا جدعان مفيش اي تحية كده للراجل اللي عمل لكم الواجب ده امال ايه؟ الله كده رديت الحكم بعد المساواه لا انا مركز في الاكشن انت قاعد ما انا كل